يو السلام عليكم الدراما معكم يوسف بصحاب فيلم جديد ورياكسيون جديده. سو الرياكسيون ديال اليوم هو خمعة طلب 24 ساعه على مسلم كابايرو اللي كان عرفتي كان طلب ديال بزاف الناس. واش قال له رياكسيون ديال شي واحد يهبط ليا كومونط ليا رياكسيون على مسلم رياكسيون على مسلم قال لك شي حشي الهضره البنادم وتيكلاشي بنادم على هذيك الضجه اللي كان دار هو امال الصقر. سو مسلم كابايرو شبل ما نطول لكم لو كنتي اول مره تشوفني مالك الا انا كتبطل تحت فردك ديال ماديك سبسكرايب ودير داك الجرس باش تكون من الاوائل تشوف فيديوهات ديال يوسف بوصحاب. تلاحوا عندي الانستغرام اللي هو بوصحاب برود تما ديما حاضر ناظر يعني ديما تما غادي تلقاني اونلاين. هادشي اللي كاين ندوز الرياكسيون شبل ما نطول لكم وبيس 1 2 3 بيس. اوكي مسلم برودكس مقود. السلام عليكم معكم الكابايرو كابايرو حسب دي من الزيرو تصرف الهضره تصرف الهضره. اوكي احنا معاك احنا معاك شوف جارين معاك احنا احنا حقاد اخو وراه بالسيف ما نحقدو عليك اخويا دي احسن صدر في العالم سير اخويا وانا كملت الطريقه ديالي ما معايا غير اللي تعبت فيا وما على بالي باللي تقلبوا عليا شرفتي اللي فيا تيريتي كنتي من اللي كريتي شوف لسن هي راه فريمون دار ضجه فهمتي وبنادم بزاف البشر ما حملوش وكذا واللعيبات كذا علاش على ود هذيك المراه اللي طلقتيه وكذا والبلانات بزاف بزاف بزاف. ولكن بيني وبينكم كون كان شي واحد غير ولد الدرب ولا شي لعيبه ولا واحد ما معروفش المجتمع يعني ماشي شي رابر غتنوض عليها الضجه كامله. زعما كاينه هاد الحاله هادي اللي شفنا دابا عند مسلم انه سمح فهاديك المراه اللي صبرات معاه من الاول من قتل زاد ومشى شاف وحده اللي الجسم ديالها مثير للجدل وغادي تفتحوا وغادي تمتعوا واخا انها 5 سنين وهي مفتحه ومتعه واش اول مره غادي نشوفوها زعما كاينه في المغرب. هذه راه ظاهره ولات معروفه في المغرب فحومتي شي 3 6 7 8 9 10 ما لا ما تحسب فهمتي هادشي بلا اللي باقي مجوج وخارج يزلل فهمتي البلان كيفاش داير. سو احنا غير بغيت نوصل واحد المعلومه احنا المغاربه فوكاش تشوف شي واحد مشهور عاد تنوض مال هذا مال هذا. شوف هذيك ظاهره هذا هو المغرب. شوف المغرب خصك تقبل عليه بالعيوب ديالو والله يسهل عليه خساره ديك الطريق. ولكن راه بيني وبينكم راه كلشي حاسد مغربي علاش يسب ويعاير مسلم كنا تايقين فيك تدوي على الزنقه هكذا احنا فري. ولكن اخويا راه كلشي حاسد شي اللي كاين بيس عندك غلطه تعايروني في لي كومونتير انا نضحك والله الا نطلع شني بغاو منك بالرجل ولا بغاو ديك امل صقر. سو باش بلا ما نقول على امل صقر ولا مسلم ولا المشكل طاري. سو تراك واعر يعني شوف بلا ما تدوي عليه البرودكسيون واعره التصوير ديال الكليب وكذا داك الشيء راه بروفيسيونيل من لي بلون ولا من يعني هذيك الاضاءه من المونتاج هذاك الشيء كامل مخدوم بروفيسيونيل. هذا الشيء بعيدا على امل صبر فهمتي يعني خصنا ندوي في التراك حنا دابا تنديروا رياكس التراك فهمتي بلا ما نجروا الموضوع حتى داك الموضوع بوحدو اللي كلشي ناض تيدوي عليه وصافي انا ما بغيتش ندوي عليه. تنشوفهم باقي فين كانوا
كنشوفو بالحق وقالوا قالوا ما لا بالو ما لا بالو هارو الليل وراحوا كضاير ورايزو تسحش الهضره بزاف للدراري وزير شويه فهمت هو راح شالينا الهضره بالروجو ورا ما على بالوش بصيف اخويا شكون ما على بالكش انا في بلاصتك بعدا كاين والله حتى نكون ما على بالي شوف لك تشوفني اخ المسلم العزيز والله ما على بالي حتى انا كنت في بلاصتك والله ما يكون على بالي علاش حيت انا ما فهمتش انا من هذوك النوع اللي ما تنتسوقش ما درت فهمت انا ما مسوق وانت انت تحيه لك شوف ما تسوقش عيش عيش واخا راك 5 سنين وانت عايش امال صبر مقود لا لا مقود تراك بالرجل كون امل صقري لي دايره الماكياج ولا دايره مش شوف بعيدا عن الاجواء وبعيدا على كذا تراك واعر بزاف وانا شخصيا عجبني فهمتي غير هو انني دافعت عليه على الناس اللي تيحشي لهم الهضره فهمتي يعني انا ما على باليش بكم وديما غادي يعيش كاباييرو من الاخر جاكم من الاخر سو هذا هو البلان بغى يوصل فيه ميساج بلي انه ما مسوقش للعالم ولكن راه شوف برودكسيون قوده واعر بالرجولة يعني البروجي نقي لا من التصوير لا من التسجيل لا من الكاليتي ديال هذا كلشي 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 واعر فيه هادشي اللي كاين صافي هادشي اللي بغيت نخرجو مني كلمات زوينين و... وخارجين عن اطار الرياكسيون هادشي اللي بغيتوني ندير رياكسيون للمسلم سو خوت اضحكي والله الا غا ضحك انا فهمتي شخصيا انا غير ضحك ما عندي مشكل مع هذا لا مع هذا لا مع هذا لا مع هادونا لا مع حتى شي واحد انا فهمتي ترونكيل انا جالس في بيرويه في بيتي ما تخرجش منه هادشي اللي كاين كان معكم ياسر بصحق وكان انت ديال رياكسيون ديالي وما تنساش لو كنتي اول مره تشوفني مالك الا انك تهبط لتحت ودير سبسكرايب ودير داك الجرس باش تكون من الاول تشوف فيديوهات ديال يوسف بصحق ترابي دابا فهمتي يلا وتلاحوا عندي الانستغرام اللي هو بصحق برو تلاحظ تما بالرجل الله يرحم بيه الوالدين اخوتي لا بتلاع او صافي هادشي اللي كاين باش ما نطول عليكم بيس